كده هاخد خبر نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزير البيئه عقدوا اجتماع النهارده لمناقشه اوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات. احنا معانا على الهاتف السيد شحاته المقدس نقيب الزبالين. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. من فضلك حضرتك يعني ايه الاوضاع اللي انتم متضررين منها وبيحاولوا السيدات الوزيرات ان هم يجتمعوا علشان يحلوا مشاكل خاصه بيكم؟ طيب انا بس اديني مساحه شويه لو سمحت. اتفضل. عشان انا يمكن اتعب نقيب في مصر. لا انا استاذن حضرتك بس تعلي صوتك علشان اقدر اسمعك فاديك المساحه وانا فاهم انت بتقول ايه. صوتي على الاخر اهو. اتفضل يا فندم. حضرتك من عند حضرتك كده. اتفضل يا فندم. اتفضل خلاص سمعتك. طيب اولا احنا مليون في القاهره الكبرى. ايوه. لينا 6 مناطق وموزعين نفسنا جغرافيا، منطقتين في الجيزه البراجيل ارض اللوى، منطقه في القصوص، منطقه خلف مدافن مايو، منطقه المعظم، منطقه الوحده الوطنيه قدام سجن طرق. طيب. بنرفع 16,000 طن زباله كل يوم من المحلات السكنيه والمنشات السياحيه. ايوه يا فندم. طبعا انا في بدايه امر كورونا دي استعنت بالامر وقلت احنا يعني وارثين مهنه الزباله دي من سنه 48 وجالنا جالنا في يعني قبل كده خنازير والطيور و100 حاجه وكوليرا وانفلونزا كل الكلام ده. طبعا انا خدت الموضوع يعني وكنت انتوا بتشتغلوا برضو رغم الخطوره عليكم. طبعا كل حاجه والحمد لله ربنا مدينا مناعه ضد الامراض والحمد لله نعمة. ولكن لله. لما لقيت الموضوع جاد ودول عظمى انحنت امام هذا الوباء العالمي وعندها امكانيات قلت لا بقى الموضوع مش هزار. ايوه. ابتديت بقى عملت اجتماع في النقابه بصفه نقيب الزبالين والحمد لله النقابه اتبرعت وكبار الشخصيات في عالم الزبالين جبنا جوانتات وجبنا كمامات وجبنا بلاستيك وابتدينا عن التواصل مع السيد المحترم وزير التنميه المحليه. ايوه. مع الوزير محافظ القاهره السيد اللي هو عادل حديد رئيس هيئه النظافه. ولكن جبنا مره. طب وبعدين الموضوع مطول وباء لسه ملوش علاج. فانا نشدت الحكومه على التلفزيون المصري مع والي الابراشي وعديد من البوابات الالكترونيه وكتبت المجلس الوزراء وقلت اغيثونا احنا عايزين لو سمحتوا ادوات وقايه للزبالين. ما حدش سال. انا دخلت على معالي وزيره البيئه مره 2 3 صراحه وبلهجه يعني جاده جدا فين الزبالين. دي كارثه دي مصيبه. اولا انا جندي ثالث ومش هعمل اضراب على العمل وخدت تصريح في الحظر وبحب البلد لكن وقفوا معانا يا جماعه. صح. لو اصيب احد الزبالين من عندي خلاص الشعب المصري كله هيخاف يدخله بيته بقى الزبالين. انتشرت كلها هو وزمايله وكمان انتوا عندكم مشكله كبيره انتوا بتتعاملوا مع الابخره اللي بتطلع من الزباله المتراكمه وده خطر اصلا يعني. تمام. رجالتي كمان هيخافوا لما لقوا زميلهم اصيب. طبعا. فبدل ما هي كورونا واحده يا سياده الرئيس يا معالي رئيس الوزراء تبقى كورونا اس 1000 في مصر. تمام. ارجوكم عايز اقول لسه اديني فرصه مساحه عشان في حاجات مهمه انبه على الناس فيها. اتفضل. طيب نمره 1 انا قلت للحكومه اهو ادونا اغثونا للمره الالف. ايوه. نمره 2 يجب على الساده المواطنين طلع زبالتك من بره. عشان ما تقوليش اصل الزبال عداني ومحدش طلع الا هو والعكس انا اقول اصل الزبال بتاع سليم وطلعت عدم العمارة. بره تقصد بره العماره كلها؟ بره باب الشقه. باب الشقه. اوكي. ويسيبها وبعد ما الراجل بتاعي يفضيها احنا بنطلع في مواعيد بدري خالص. والافضل كمان يكون بره العماره كلها. كان في مبادره للصناديق الحديد اللي السكان بيحطوا فيها. يا فندم كل مهنه ليها وصولها. اتفضل. هتبقى صعبه وهيعدي النباشين ياخدوا المواد البلاستيك ويسيبوا الباقي في الشارع. قطط الكلاب. انا اصل راجل دكتور في مهنتي. يسيبها بره باب الشقه. تمام. انا فندم افضيها وساعات يدخلها على القمه ويحطها في المطبخ بتاعه وتباعها. نمره 2 ما تخليش البابا يضحك عليك ويقول لك الزبال ما بيجيش وياخدها ارميها في الشارع. دي مصيبه عشان ياخد الفلوس لنفسه. لا. نمره 3 معاك 100% في اللي بتقوله ده. احنا مش هنبطل وشغالين واقسم بالله احنا متنا في ثوره 2011. تمام. التحرير واستشهدنا
وكل اللي ما اخطر على بالك عشان احنا بنحب البلد دي. انا بشكرك. نمرة 3 بقول للمواطن ارجوك حط ادوات الوقاية بتاعتك اذا كان جوانت او كمامة في كيس لوحده واربطه وحطه له جوه كيس الزبالة. لان انا بفرز الزبالة في حق الزبالين الستة ودي مواد خطرة باخدها بتدفن تحت اشراف الحكومة في مقلب شبرمان في الجيزة، مقلب مايو، مقلب بالبيز. يعني تمام؟ حضرتك بعد ما بتاخد القمامة في العربية على بعضها اكياس بتعمل فرز والحاجات الكيميائية دي بترميها في مكان لوحده مخصص. تخلص امن من الكمامة. احنا ناس اصدقاء البيئة. هقول لحضرتك احنا بنطلع 8000 طن زبالة مواد صلبة بنعيد تدويرها تاني ونوفر للدولة ملايين الدولارات في استيراد المواد الصلبة الخام من الخارج. طيب انا بشكرك جدا مقدس شحاتة المقدس نقيب الزبالين، وارجو انه الاجتماع اللي حصل النهاردة بين وزيرة البيئة ووزير التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج يكون جاب نتيجة، وان شاء الله هم تحدثوا عن اشياء مهمة بس انا ما اقدرش اخد رأيك فيها لان طبعا لسه لم تتحول الى واقع على الارض في انه يتم دمج السادة الزبالين في العمالة غير المنتظمة ويبقى عندهم قاعدة بيانات ليهم وانه يبقى فيه رعاية صحية وانه يبقى فيه معاش وانه يبقوا جزء من منظومة التخلص من المخلفات الصلبة ومنظومة اعادة التدوير، يبقى كل واحد عارف دوره ايه. طبعا ده كلام رائع لو حصل. احنا قبل كده اتقال لنا افصلوا من المنبع واتقال لنا هتاخدوا فلوس لو فصلتوا واتقال لنا مش عارف ايه، في حاجات كتير بتتعمل والى الان برضو الدنيا مش احسن حاجة.